حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ماذا حدث في الثانية الأولى من عمر الكون؟ الحقيقة كل شيء برز بشكل مفاجئ للوجود، هذا ما تؤكده أحدث النظريات التي تبحث في نشوء الكون. فخلال أقل من ثانية حدث كل شيء في هذا الكون، وأهم مخلوق من هذه المخلوقات القوانين التي تحكم هذا الكون. القوانين هي مخلوقات أيها الأحبة، فهذه القوانين برزت للكون بسرعة لمح البصر، كلمح البصر فجأة ظهر كل شيء. طبعا هذا ما يجمع عليه العلماء والدراسات العلمية. فالمعادلات الرياضية التي يحاول حلها العلماء اليوم تؤكد أو يجب أن يكون الكون قد نشأ فجأة، ولكن هناك مراحل بعد ذلك لتطور الكون. يعني القوانين الفيزيائية برزت فجأة، الكتلة الابتدائية للكون برزت فجأة، التوسع حدث بشكل مفاجئ، هناك نظرية تسمى التضخم المفاجئ، والقوانين الفيزيائية كما قلنا خلقت ووجدت بشكل مفاجئ، وبعد وحتى الأمواج الجاذبية، الجاذبية الكونية التي تحكم الكون أيضا وجدت بشكل خلال جزء ضئيل جدا من الثانية. ثم بعد ذلك استغرق خلق الكون مليارات السنين. إذن أيها الأحبة، أنا لدي نتيجة تؤكد أن الثانية الأولى من عمر الكون مهمة جدا، ويقدر العلماء أن هذه الثانية كانت قبل 13.7 مليار سنة، والله أعلم طبعا، هذه أرقام يضعها العلماء بناء على حسابات، ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، إذن الكون وجد فجأة، الكون هو السماوات والأرض طبعا وكل ما في الكون وما بينهما، يعني فوجد فجأة، ولكن بنفس الوقت هناك مراحل لخلق الذرات، خلق الضوء، خلق النجوم بعد ذلك والكواكب وكذا، هناك مراحل متعددة، ولكن البنية الأساسية أو القوانين والمادة الأساسية للكون خلقت بشكل مفاجئ. أنا لدي آية عظيمة الله تعالى يقول فيها: بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. إذن الآية تتحدث عن السماوات والأرض، عن المخلوقات. ثم قال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بسرعة، بكلمة كن فقط، الله لا يحتاج إلى زمن، لأنه أساسا هو خالق الزمن، كيف يحتاج إلى زمن سبحانه وتعالى؟ ولا يحتاج إلى مكان لأنه خالق المكان، ولا يحتاج إلى السرعة لأنه هو الذي خلق قوانين السرعة، وبالتالي الأمر يحدث بلمح البصر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما أمرنا، طبعا تحدث عن الخلق، قال تعالى في آخر سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقانون، بسببية، بتقدير، يعني بنظام محسوب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هاتان الآيتان جمعتا لنا النظرية العلمية التي يتحدث عنها العلماء اليوم، أن كل شيء برز بشكل مفاجئ، ولكن هناك تدرج في الخلق. كذلك الله تعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، تحدث عن الأسباب، وكلمة قدر يعني الأسباب أو النظام المحسوب،
كل شيء مخلوق بنظام، بتوقيت، بنظام معين. وأكد لنا بعد ذلك أن كل شيء برز فجأة للوجود، وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. هذا الأمر أيها الأحبة لا يمكن لبشر أن يستوعبه في ذلك الوقت، يعني نحن الآن في القرن 21 بناء على دراسات الذرة والنظرية النسبية والفيزياء الفلكية وغير ذلك نستطيع أن نتخيل هذا الأمر. أما في السابق كانت تنتشر الخرافات والأساطير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عندما نجد آية في القرآن تقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قضية جزء من ثانية، كن فيكون، والله لا يحتاج إلى زمن كما قلنا لأنه هو خالق الزمن سبحانه وتعالى. فإذا أيها الأحبة أنا الذي أود أن أقوله الآن، الله عز وجل خلق هذا الكون، يعني التصميم والقوانين برزت فجأة، ثم عالم الخلق جاء بقدر وبتدرج، وهذا ما أشار إليه القرآن. يعني مثال: ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. فأراد الله أن يقول لك هنا أخي الحبيب، كما أن بداية الكون كانت بلمح البصر، أيضا نهايته ستكون بلمح البصر. هذا منطق علمي أيها الأحبة، لأن البداية يجب أن تكون مثل النهاية. كما أن كل شيء برز فجأة للوجود، ولكن بعد ذلك هناك عمليات وتقدير، وظهر النور وظهرت الفوتونات الضوئية، وظهر بعد ذلك ذرات الهيدروجين ثم الهيليوم ثم كذا العناصر الثقيلة، ذرات الحديد، النجوم، الكذا، يعني هناك مراحل، ولكن الأساس فجأة جاء. كذلك سوف ينتهي الكون على مراحل، ولكن النهاية النهائية ستكون أيضا كلمح البصر. لذلك قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة أي القيامة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني أقل من لمح البصر، مع العلم أن لمح البصر زمن يعني يكاد يكون صفر. إن الله على كل شيء قدير. لذلك أحبتي في الله أنا أود أن أختم وأتساءل معكم، من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعلومات؟ الذي علمه هو الله الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.